ناموس على هذا الاعتبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته وصحبه الطيبين الطاهرين. مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة المركز الإعلامي في حلقة جديدة من حلقات برنامج وقفة مع التيمية. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على أهم قضية تعتبر خزعبلة من خزعبلات أئمة المنهج التكفيري، وهي أنهم دائما ما يكفرون جميع المسلمين عندما يقولون بمنقبة لأحد أئمتهم. لكن وفي الحقيقة عندما نراجع ما قاله وما كتبه تيمية وأتباعه نجدهم يؤمنون بخرافات وخزعبلات لا يؤمن بها ولا يصدقها المجنون فضلا عن العاقل. فتعالوا معنا نسمع ونقرأ ونكتب ما قاله ابن تيمية. فقد قال في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع يبين ما رواه الترمذي عن الشعبي، فقد قال الشعبي: لقي ابن عباس كعبا فعرفه فسأله عن شيء فكبر حتى جاوبته الجبال. هنا نقول لجميع المسلمين لذوي العقول، أما من وضع في عقله حجارة فلا كلام لنا معه. لماذا؟ لأن الذي وضع في عقله حجارة لا يمكن أن يتقبل ولا يمكن في يوم من الأيام أن يتحول إلى إنسان إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. نقول لهم لو قال أي شخص من أتباع أهل البيت بوجود منقبة لعلي سلام الله على علي، أو لأحد أئمة أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، أو لإمام من أئمة الصوفية أو الأشاعرة أو المعتزلة، ماذا سيفعل به التكفيريون وأتباعهم؟ سيعتبرونه وثنيا زنديقا كافرا، وستقطع الرؤوس على أساس هذا الاعتبار. وهنا نقول للتيمية للتكفيريين وأتباعهم الإقصائيين: كيف تفسرون إجابة كل الجبال لكعب؟ وكيف رصد ابن تيمية إجابة كل جبل من الجبال على الأرض لكعب؟ فهل يملك ابن تيمية أجهزة رصد زلازل وأقمار صناعية متطورة أكثر من الموجود اليوم؟ وأيضا نقول لهم: هل أصبح ابن تيمية يشتغل بعلم الجيولوجيا والأرض والجغرافيا؟ وكيف رصد إجابة كل جبل من الجبال على الأرض؟ وكيف رصد حركة وتردد وسلوك كل جزء من جزئيات الأرض ليقول بإجابة الجبال وكل الجبال؟ ليس لأحد من أئمة المذاهب، ليس لعلي ولا لأئمة أهل بيت النبوة ولا لأئمة الأشاعرة والصوفية والمعتزلة، بل أجابت كل الجبال ورصد حركة كل جزء من الأرض لمن؟ لكعب الأحبار. ومن خلال نص ابن تيمية هذا يتبين أن المنهج التكفيري الإقصائي الذي اليوم ولد الإرهاب والإرهابيين يؤمن بخزعبلات، بخرافات، أو كما يقال بكرامات لا أساس لها ولا يصدق بها أي شخص يحترم عقله وإنسانيته.